يقول الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وسمى الله سبحانه وتعالى الصدقة قرضا تأكيدا لاستحقاق الثواب، وعلل ذلك ابن القيم رحمه الله بأن قال: الباذل يعني الذي يعطي، الذي يعطي الصدقة يعني متى علم أن عين ماله يعود إليه ولا بد. أنت مثلا في فرق بين الصدقة والقرض، الله عز وجل يقول: من ذا الذي يقرض الله، فأنت تقرض يعني أنت لما تقرض إنسان يبقى أنت عارف أن هذا الإنسان سيعيد إليك مالك، هذا اسمه إليه القرض. لما واحد مثلا يأتي إليك ويقول لك أقرضني، فأنت تقرضه، تعطيه قرضا، هذا بسبب القرض. فهل أنت تقرض الله؟ فالإمام ابن القيم عليه رحمة الله يقول: الباذل يعني الذي يعطي متى علم أن عين ماله يعني أن المال سيعود إليه ولا بد طوعت له نفسه أو طوعت له نفسه وسهل عليه إخراجه، يسهل عليه إخراج المال لأنه عارف أنه سيعود إليه. فإن علم أن المستقرض يعني الذي أخذ منه المال، فإن علم أن المستقرض ملي وفي محسن، يعني أنت الشخص اللي تديله الأموال لو أنت عارف أنه ملي يعني عنده أموال ومحسن ويستطيع الرد، كان هذا أبلغ في طيب فعله وسماحة نفسه. فإن علم أن المستقرض يعني الذي سيأخذ منك المال يتجر له بما اقترضه وينميه له ويثمره حتى يصير أضعاف ما بذله، كان بالقرض أسمح وأسمح. فإن علم أن مع ذلك أو فإن علم أنه مع ذلك كله يزيده بعطائه أجرا آخر من غير جنس القرض، فإنه لا يتخلف عن قرضه إلا لآفة في نفسه من البخل أو الشح أو عدم الثقة بالضمان. إلى هنا انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. فالإمام ابن القيم بلخص موضوع يعني معنى قول الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله، يعني بيقول لماذا الله سبحانه وتعالى سمى الصدقة قرض. يعني خد بالك كأنك بتقرض الله سبحانه وتعالى. أنت لما واحد بيقول لك فرضا واحد غني جاء إليك وأنت يعني أفقر منه بكثير، لكن هذا الغني احتاج إلى مال مثلا عشان صفقة أو عشان تجارة ولا شيء، فجاء إليك، أنت المفروض أنك أنت إنسان فقير بتفرح لأنك أنت هذا الغني جاء إليك يقترض، وأنت عارف أنه سيعيد إليك مالك وسيعيده إليك أضعاف مضاعفة، هو غني، فما بالك وأنت تقرض الله سبحانه وتعالى. هذا ما قاله الإمام ابن القيم، بيقول يعني الكلام مرة أخرى: الباذل يعني الذي يعطي اللي هو المتصدق، يعني الباذل متى علم أن عين ماله يعود إليه ولا بد سهل عليه إخراج المال. فإن علم أن المستقرض الذي يأخذ منه المال ملي وفي محسن، كان هذا أبلغ في طيب فعله وسماحة نفسه. فإن علم أن المستقرض يتجر له بما اقترضه وينميه له ويثمره حتى يصير أضعاف ما بذله، كان بالقرض أسمح وأسمح. فإن علم أنه مع ذلك كله يزيده بعطائه أجرا آخر من غير جنس القرض، فإنه لا يتخلف عن قرضه إلا لآفة في نفسه من البخل أو الشح أو عدم الثقة بالضمان. يقول الله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله سبحانه وتعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. وهذا حديث رواه الإمام البخاري في الصحيح. والقضية مرتبطة بالإيمان ومتعلقة باليقين. قال الحسن البصري: من أيقن بالخلف جاد بالعطية، يعني أو من أيقن بالخلف، يعني من أيقن أن الله سبحانه وتعالى سيخلف عليه جاد بالعطية، يعني نفسه تجود بالعطاء ونفسه تجود بالصدقة لأنه تيقن أن الله سبحانه وتعالى يخلف عليه.